هادشي اللي قالت اني يعني اللي قالت المديريه العامه الوطني غنذكر فيه اهم ما قالت فيه النيابه العامه. قالك اخترقوا واحد الجريمه وهميه ونشر خبر زائف يمس بالاحساس. نعاود بعد البعض اللي ربما ما يكونش ان شي واحد كيهضر مع مامو على المباشر وتيقول شي واحد دازو موطور وقلع له التليفون كريساه وانقطع الخط مع مامو كان على المباشر. مروان عاود التلفه ديالي هي واحد ندير ايفون. والو تليفون. اش تليفون. واحد كيجري. اصفر. جات ما جات. جات الكوميساريه وبغيت ندير ديكلاراسيون عندهم ولكن قال لي تنشوفوا ما كانتش كاميرا قال لك يرجعوا خصهم يشوفوا الكاميرات فين غتسدهم. كي صافي اخويا سير الله يعاونك. اخويا انا استلمتك اخو مروان. من بعد